مظاهرة جديدة عرفتها العاصمة اليونانية أثينا، حيث تظاهر مئات الأشخاص ضد إصلاح القطاع العام وتحديدا ضد خطة تهدف إلى نقل وتسريح حوالي 25 ألف موظف. وكانت كبرى النقابات في الوظيفة العمومية دعت إلى شن إضراب عام مدة 48 ساعة. ويقول قيادي نقابي: سياسة التراخي في مواجهة البطالة والفقر والتردي لا يمكن لها أن تستمر، على الحكومة أن تغير هذا الوضع أو ترحل. ويقول متظاهر: كل شخص عليه أن يعمل لتغيير هذه السياسة، وليس فقط التضحية بالعمال لإرضاء سياسة الترويكا في تخفيض عدد موظفي القطاع العام. هذا سيكون له نتائج كارثية على المجتمع. وتحت حراسة أمنية خرج ممثل الترويكا في حماية الشرطة بعد لقائهم الوزير اليوناني المكلف بالإصلاح الإداري. ورغم هذه التحركات، تعد إعادة هيكلة الوظيفة العمومية من بين الملفات التي تم قطع أشواط مهمة بشأنها، وتعد الأقل صعوبة بين حكومة سامراس والترويكا.